السلام عليكم، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الاحوال. فيديو جديد بعد غياب ديال العطله. انا بعدا توحشتكم، كنتمنى حتى نتوما تكونوا توحشوني. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نفصل معكم هذا النص ملحفه اللي بزاف ديال المتتبعات طلبوني. وبالنسبه لهذا الدرس هذا، كما لاحظتم من العنوان، فهو درس خاص للمبتدئات، كيفاش يتعامل مع التوب وكيفاش يتعامل مع القياسات. فيديو فيه غير الفصاله، وانا غادي نحاول انني نتقل معكم الفيديو باش ان شاء الله تقدروا تفهموا الطريقه ديال الفصاله مضبوطه. درس خاص بالمبتدئات، كيفاش يطويو التوب وكيفاش يعرفوا منين يبداو الفصاله ديالهم. اول وحده بغات تفصل، الا شفت هذا الفيديو تبعت الخطوات ديالو ان شاء الله تعرف طريقه الفصاله. لاحظوا معايا البنات، بالنسبه للتوب انا عندي هنايا نص ملحفه اللي كيكون فيه تقريبا 2.19 سنتيم 2.20 سنتيم، راه ما كيفوتهاش. ودائما الملاحف كيكون فيهم هاد الديكالاج. لاحظوا البنات، هاد الديكالاج هذا راه كيعصب بزاف ملي كتبغيو تفصلوا. لاحظوا الطريقه اللي غادي نوريكم باش تقدروا تفاداوه. رجعوا طويو التوب ديالكم على الطول ديالو. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم اسرار باش تفصلوا هذا التوب هذا وينجح معكم في الفصاله ديالو وتجيكم فصاله مضبوطه. لاحظوا طوينها على الطول ديالو، غنحيدوا هذه البلاصه هذه باش منين طويو التوب ديالنا يجينا مقاد داك الديكالاج اللي غادي يجينا وينكشنا في الفصاله ديالنا، كنحيدوه مره من بعد ما كنطوي التوب ديالنا على الطول. هنا غادي نرجع نطوي التوب ديالي على العرض. لاحظوا البنات، وحده خلات لي في الكومونتير كتفصلي التوب بالتنكيس، راه ما يمكنش، لان حنا التوب ديال الخيط راه ما يمكنش انك تفصليه بالطول. لاحظوا البنات، دابا انا الزواقه ديال التوب عندي الحاشيه لتحت فيها الزواقه والفوق ما يمكنليش نفصله بالطول، ولا فصلته غادي ياخذ لي واحد التوب كتير. حنا كنحاولوا اننا نتفاداوه، واخا كيكون مشكل في الفصاله ديالو، ولكن ان شاء الله انا غنوريكم الاسرار. غادي نحاول انني نقاد التوب ديالي وغادي نطويه. لاحظوا البنات، حيتاش كنخرج لكم منه، ما كنخرجش 3 كار ولا كنخرجكم، واخا يكون الطول ديالكم فيه حتى 62 سنتيم 64 سنتيم غادي يخرجكم كم. كنطوي التوب ديالي على هذا الشكل يكون مائل من جهه الخلفه. لاحظوا البنات، كنحاول انني نقد التوب ديالي بشويه ويجيوني الجوانب كلهم مقادين، ما يكونش عندي التوب فيه مجموع ولا مثلا واحد الجهه زايده على الثانيه، لا، كنحاول ان التوب يجيني مضبوط. لاحظوا هنا انا كنعبر الخلفه ديالي باش كنخلي دورات لكم. بالنسبه للخلفه عندي فيها 43 سنتيم، الا تعمدتوا هذه الطريقه هذه راه البيجامه تخرج لكم كلوش من التحت. صافي، كنحاول هنا ينقاد التوب ديالي باش ندير الجهه ديال الكتف. عندي الجهه ديال الكتف كتكون مايله والجهه ديال الخلفه كتكون واسعه كما لاحظتوا. نحاول نقاد التوب ديالي مزيان غيب شويه عليا التوب ديالنا. هنا غادي نفصلوا الامام والخلف، هنا غادي نفصلوا الكمام ديالنا يبان لكم، وكنتمنى يكون واضح. انا هنايا بعد ما طويت التوب ديالي على هذا الشكل هذا، باش يبان لكم الفصاله من الاول حتى الاخر. اول حاجه شنو كندير؟ ضروري يكون عندي الديكالاج في التوب ديال الملاحف، لان التوب الملاحف راه صعيب في الفصاله ديالو. شغنقول لكم راه مشكل فيه كبير، وغنعطيكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا الحلول اللي تقدروا تطبقوهم باش ما يجيش باش ما تجيش البيجامه عندكم ديكاليا ولا مفوته ولا شي مشكل بحال هكا. شنو غادي ندير؟ اول حاجه من بعد ما طويت التوب ديالي، ها نتوما البنات، راه التوب ديالي درس خاص للمبتدئ، التوب ديالي مطوي على 4، ها نتوما، ولاحظوا معايا هنايا هاد الديكالاج هذا راه واصل لي هنا، ها نتوما هنا، ها نتوما اللي غادي نفصل على هذا الفوقاني. صافي، شنو غادي ندير؟ قبل واحد شويه هكا، اول حاجه غادي نديرها كناخذ قياس الكتف. هاد الدرس هذا ان شاء الله خاص من المبتدئات، كناخذ قياس الكتف. قياس الكتف مثلا شديت قياس الكتف، راه وريتكم فيديو عندي خاص على القناه من العظمه ديال الكتف حتى العظمه ديال الكتف. قياس الكتف ديك القياس اللي كيكون عندنا هو اللي كنديروه ف كنقسموه على جوج بهذه الطريقه. مثلا عندنا 20 سنتيم، غادي نديرو عندنا مثلا 40 سنتيم، غادي نقسمو 40 سنتيم على جوج،
هي 20 سنتيم وغنزيدوها سنتيم ديال الخياطه. شنو غادي ندير؟ غنجي من هنا من هذه الجهه هذه اللي مسدوده، دائما السنتيم ديالي هذه الحاشيه هذه ديال السنتيم تكون عندي هنا، نحطها بحال هكا، نحط صبعي عليها ونحط 20 سنتيم ونزيدها سنتيم ديال الخياطه. ها هي 21 سنتيم. هاد بنات هاد القياس هذا راه قياس كيبقى كل واحد والقياس ديالو. القواعد ديال الخياطه اللي ما كيتغيروش عندنا، ولكن بعض الاحيان راه ضروري كيكون واحد التغيير ديال السنتيم في القواعد الاساسيه. بحال مثلا الثوب، ملي كيكون الثوب طايح بزاف كنديروا غير 7 سنتيم في دوره العنق، كيكون عندنا الثوب واقف كنحطوا 8. انا كنعتمد دائما 8 سنتيم، كندير 8 سنتيم وكنهبط بجوج سنتيم وكنجي لهنا وكنهبط بجوج سنتيم، وغادي ندير بحال واحد المستطيل اللي الطول ديالو 8 سنتيم والعرض ديالو جوج ديال السنتيم. غنجي لهنا غندخل بواحد جوج سنتيم وهنا جوج سنتيم وغنقور بحال هكا. غنجي لهنا غادي نهبط بثلاثة سنتيم حتى غادي نطيح الكتف ديالي بهذا الشكل. لاحظوا البنات بالنسبه للتركيز منين كنجيبوه، التركيز كنحطو انا كاين قواعد بزاف، كل واحد شنو كيعتمد. كاين اللي كيشد دوره الصدر وكيقسمها، كاين اللي كياخذ قياس الكتف، كاين اللي كياخذ القياس كيشد القياس من اعلى الكتف حتى الحلمه ديال الصدر وكيحط داك القياس اللي عنده. لاحظوا البنات هاد القاعده هذه اللي غنعطيكم غتجيكم مضبوطه وغيجيكم القياس حتى في حاده او دوره التركيز كتجيكم مضبوطه. بالنسبه لهنايا انا شنو عندي؟ عندي 21 سنتيم في الكتف. كانت عندي جلابه راه كناخذ 21 سنتيم اللي عندي في الكتف هي اللي كنهبط بها. كسوه ديال الخروج كنهضر لكم على اللباس ديال الخروج باش يجيكم مضبوط القياس. داكشي اللي عندي في الكتف هو اللي كنهبط به. كانت عندكم بيجاما ولا السيده ما كتلبسش المزير كتاخذ الواسع، كنزيدوها جوج ديال السنتيم على القياس اللي عندها في الكتف. مثلا عندها 21 سنتيم ما غاديش نديرو لها 21، غادي نهبطو لها 23، لان هي كتبغي شويه اتساع يكون عندها هنايا، ما كتبغيش داكشي يكون قياس هكا مضبوط. صافي لاحظوا هاد القاعده هذه تعمدوها ان شاء الله غادي تبقى تنجح معاكم. انا حطيت هنا 21 سنتيم، غنجي من تحت 3 ديال السنتيم وغنهبط ب 21 سنتيم. هايا 21 سنتيم، واضح؟ هاد النقطة هادي علاش درناها، هاد 21 سنتيم أو هاد التركيز علاش كنقلبو عليه؟ باش كنعرفو خط الصدر فين كيجينا. خط الصدر خصني ضروري نعطيوه واحد العلامة هي هادي، كنجيو لهاد الخط اللي درنا هاد النقطة ديال التركيز هي اللي خصنا نشدو عليها دورة الصدر. دورة الصدر منين كنجيبوها كناخدو السنتيم ديالنا كيكون ضاير عندنا على الصدر كله، ضاير على الصدر. غنتمنى ان شاء الله في هذا الفيديو نحط لكم جميع التفاصيل، غنحطها لكم فيديو واحد. كناخذ دوره الصدر ديالي بهذا الشكل، السنتيم كناخذو على هذا الشكل هذا. انا ما غاديش نحط لكم كل درس بوحديته، دوره التركيز بوحديتها والصدر بوحديته، نحاول انني كل درس حطيته معكم نحط لكم جميع التفاصيل فيه ونبقى نعاود معكم حتى ان شاء الله تفهموا. كناخذ هانتوما السنتيم ديالي وكنحاول يكون طالع على الظهر واحد شويه ما يكونش هابط، وكناخذ السنتيم ديالي ويكون السنتيم كيدور هو مرخوف. هذه كنخليوه هانتوما الا بغيتو ديروا بحال هكا، خليوا 4 ديال الصبعان وزيروا السنتيم ديالكم بحال هكا توسيعه كنوسعوا. داك القياس اللي خدينا انا عندي هنا مثلا 108، غناخذ داك 108 وغادي نقسمها على 4، غنقسمها على 4. ها هي 108 مقسومه على 4 عطاتنا 27 سنتيم. 27 سنتيم غنزيدها جوج ديال السنتيم ديال الخياطه خارجه على القياس ديالنا، سنتيم ديال الخياطه وسنتيم ديال السرجي وديال المقص. غناخذ دائما هاد الحاشيه ديالي ديال السنتيم وغنجي مع هاد الخط هذا اللي درت وغنشد السنتيم بحال هكا وغادي نمشي حتى كنلقى 29 سنتيم. فين غتجيني؟ ها هي 29 سنتيم هنايا صحتو، كتجينا هاد النقطة مع هاد الخط هذا. غادي نجي وغنهبط هنا ب 11 سنتيم
وغادي نسطرها على شكل خط نيشان، ما غاديش ندخل ما غاديش نخرج، وغنجي وغادي نقور لهاد النقطه هذه 11 سنتيم باش ما تدخلوش من هنا وباش ما تخرجوش. لاحظتوا هنا كنكونوا سالينا الكتاف والصدر والتركيز. النقطه الثانيه غادي نجي وغادي نقلبوا على الحزام. الحزام منين كنجيبوه؟ عاوتاني خصنا ضروري مثلا انا شنو ندير، نجيب السنتيم ديالي ونجي وندير هنا خط الحزام؟ لا، خصني ضروري واحد النقطه باش نعرف خط الحزام فين كيجي. غادي ناخذ السنتيم ديالي من الصدر، تعلينا هابطين نقطة بنقطة، غادي ناخد السنتيم ديالي من صدر ها النقطة وغادي نهبط بربعطاشر سنتيم. هاد ربعطاشر سنتيم هي اللي غادي ناخد دورة الحزام وغادي نحطها هنا. أنا الأكثرية ما كنتعمدش ناخد دورة الحزام، كناخد صدر وكناخد الإيفازي، كنقص من سنتيم جوج سنتيم حتى ثلاثة سنتيم، نتوما القياس اللي بغيتو في الإيفازي وعلى حساب السيدة واش عندها الكرش ولا لا. صافي غادي نجيب السنتيم ديالي، دائما نحط السنتيم بحال هكا ونجي على النقطة ديال خط الصدر وغادي نقص جوج سنتيم على اللي درت، درت 29 غادي ندير 27 وغادي نقور لهاد النقطة هادي على واحد الشكل مائل. كنتمنى من الصورة تكون واضحة ليكم ومن التراساج يكون واضح بحال هكا. هانتوما أنا درت التوب على الظهر ديالو، واضح. بالنسبه لدوره الحوض، واحد النقطه مهمه، دوره الحوض ملي يكون عندكم الكليانه ديالكم ما عندهاش ليهونش، ما عندهاش ليهونش، انا نقول لكم الحوض بواحد الكثره ماشي ليهونش عادي، ملي يكون عندها ليهونش باين كتقول لك وسعي ليا، انت غير غتشوفي غادي تعرفي، غادي تاخدي ليها قياس الحوض. ولا ما كانش عندها السيده عادي بحال الصدر وإيبازي هنا شويه وليهونش شويه، ما غاديش ناخذ ليها دوره الحوض. شنو غادي ندير؟ الا كان عندها ليهونش غادي نجي وغنهبط من هذه النقطه عاوتاني. دابا سالينا من الحزام غادي نهبطوا للنقطه ديال الحوض، غنهبط من هذا 14 غنهبط ب 16 سنتيم، 16 سنتيم، وغادي ناخذ داك القياس اللي لقيت في الحوض. مثلا لقيت السيده عندها الحوض وعندها 35 سنتيم، 35 سنتيم غنحط 35، ولكن 35 ها نتوما البنات الا جيت ناخذ الايبازي بهذا الشكل هذا وغادي ندوز على 35 فين غتجي؟ ما يمكنش. شوفي فين مشات المسطار، شو جوج وربع اللي عندها الحوض ما غاديش تخرجها، ما غاديش يخرجها القياس، على الاقل خصها مثلا جوج ونص حتى 3 متر ديال الثوب. شوفوا الحوض فين عندي وشوفوا المسطره فين مشات، خصني الخلفه تكون 45 50 سنتيم فما فوق. صح حتى البنات دابا بحال هكا انا المسطره، شوفوا فين مشات ها الحزام ديالي وها النقطه ديال الحوض ديالي، وغادي نحاول انني نرسم الحوض ديالي بهذا الشكل هذا وغادي نخرج واحد شويه ليهونش، ولكن شوفوا الخلفه فين جات، شوفوا المسطره فين مشات، راه دخلت لي في الكم والثوب عندي ناقص، راه ما يمكنش، خصني على الاقل الثوب يكون عندي زايد كما قلت. لاحظوا البنات دابا حنا غادي نرجعوا للقياس العادي ديالنا بلا ليهونش بلا حتى شي حاجه. ها هي 14 سنتيم هبطنا بها، انا هذه كنلغيها ملي ما كيكونش عندي الحوض، كنلغي هذا العبار هذا صافي، كنشد نيشان النقطه من الحزام وحتى الخلفه فين عندي الثوب. لاحظوا ها نتوما ها النقطه ديال الحزام ديالي، وكنخرج المسطره وكنمشي بخط مستقيم باش ما يجيونيش داك الودنين. الا هي ما عندهاش ليهونش وانا مشيت شديت ليها العبار ما غادي يجيني خارج ليهونش، بيجاما غادي تجيني بحال عندها هك بحال عندها الجناب، واضح. صافي وكنسطر على هذا الشكل. هنا كنكون ساليت الفصاله بهذا الشكل، المرحله ديال صافي. لاحظتوا هنا غادي نخلي الامام والخلف، وهنا غادي ندير معكم قياس عادي ما فيه الكل حتى شي حاجه
غادي نحيدوا الخلف على هذا الشكل. انتم البنات نحيدوا الخلف ونخليوا الامام بحال هكا. وغادي ناخذ هنايا غنجي للمنتصف وغادي ندخل بسنتيم ونص وغادي نخرج لهنا للزيرو. اذا كان عندكم هنا لاستيك هنا بلا ما تدخلوا بهذه الطريقه هذه. هنا انا دخلت شويه بالمقص. علاش ما كنديروش بحال الامام بحال الخلف؟ باش الخلف ما يجيناش مزير والامام ما يجيناش معنكش كما كنقولوا ديك التخنشيشه. هنا نحاول نتفاداها. بالنسبه لدوره العنق العاديه شنو غادي نديرو؟ غادي نهبطو بعشرة ديال السنتيم وغادي نقورو لهاد النقطه. هنا كنكونو سالينا المفصله ديال الامام والخلف. غادي نخليو الثوب هكا. حنا انا نسيت هنا ما درتش معكم الخلفه. غادي نحاول نبقى الثوب ديالي كما كان. غادي نجي وغادي نطلع هنايا. لاحظوا بحالي مثلا هذا هو الخد ديالي نيشان. غادي نطلع هنايا 3 ديال السنتيم. علاش 3 ديال السنتيم؟ حيت الملاحف كيترخاو. وحاولوا تعملوا واحد الطريقه دائما في الملاحف ولا في الثوب ديال الخيط ديروا هذه الطريقه هذه. ولكن حاولوا تخدموا ومن اما تصلحوا في الدار الحديده ديروا الحديده وعاد قدوا الجوانب. لان راه واخا كتقدوا الجوانب في الفصاله راه دائما الثوب ديال الخيط كتميل واحد الجهه على واحد الجهه لان كنفصلوا الثوب على العرض ديالو ما كنفصلوهش على الطول. الخيط بحال اللي كيطول. دابا انا واخا فصلت هنايا قديت الحاشيه التحتانيه راه غنحاول ملي غادي نسالي الخياطه غنشد هاد الجوانب هادو بجوج بيهم وغادي نحاول انني نجرهم بحال هكا نجبدهم مزيان حتى يعطيني داك الفرق اللي كيكون هنايا. يكون الفرق عندي هنا وغنحاول انني عاوتاني نقاد الخلفه ديالي. لاحظوا البنات هنا كنكون ساليت الفصاله ديال الامام والخلف. غادي نخلي لكم الثوب كما كان مطلق عندي المره الاولى بحال هكا. وغادي نجيب هذا الجانب هذا على هذا الجانب بحال هكا باش هاد الزواقه هذه تجيني هنا في الكمام على هذا الشكل بحال هكا. نمشي لكم قلب الثوب هكا. لاحظتوا البنات ها انتوما الثوب عندي هنا مسدود عندي هنا الثوب على ربعه. غادي ناخذ الطول ديالي نحاول ناخذ انا الطول من هنايا باش الزواقه تجيني في الكمام هكا. و الا كان عندكم مثلا هنا ما بقى لكمش العرض غادي تشدوا من هنايا الطول باش يجيكم التركيز مجموع. انا غادي ناخذ في طولكم 60 سنتيم. لاحظتوا 60 سنتيم اللي جاتني؟ انا راه نشد من هنايا 60 سنتيم ونديرها هنا هي 60 سنتيم. هنا غادي نعطيكم الطريقه ديال التركيز. شنو كناخذ؟ كناخذ داكشي اللي حطيت في الكتاف اللي حطيت في التركيز. لاحظوا 21 سنتيم البنات باش ما تلفوش دائما في السنتيم في الجهه بقاو تشدوا السنتيم الحاشيه ديالو. ما نجيش انا مثلا بغيت 21 سنتيم وغنجي غندير 21 سنتيم هكا وانا مبتدئه راه مره ما نعرف منين نبدا. نقدر نهبط من هنا هي اللي غادي نهبط بها ونجي ويجيني الكم محلول. دائما خذوا هاد الحاشيه هذه وخذوا الجهه المسدوده واضح. صافي ها نتوما كناخذ 21 سنتيم من هاد الجهه وكندير 21 سنتيم ها 21 سنتيم. لاحظوا نحاول انا نسطر هكا 21 سنتيم غنقسمها على جوج تعطيني 10.5 غنهبط بها. غنرجع ندخل بديك 10.5 هادشي ها النص ديال هنا. بغيتو تعملوا الطريقه الثانيه نديرها لكم ان شاء الله في فيديو اخر. غناخذ هذه المسافه هذه ونقسمها على جوج 10.5 تعطيني 5 سنتيم واحد شويه بحال هكا. هانتوما اسهل طريقه. لاحظتوا غنجي وغادي نمشي بالتقويره ديالي من هنا من هنا ونحاول ندوز على هذه من هنا غادي نهبط خلي هنا هنا طلعت وهنا هبط واضح. غنجي وغادي ناخذ دورتكم اللي غادي ندير فيها 15 سنتيم
مسطره. صافي غنجيب مسطره وغنلاقي هذه النقطه هذه مع هذه. من بعد غادي ناخذ الامام ولا الخلف وغادي نحاول انني نشوف القياس واش مضبوط عندي ولا لا. لاحظوا غادي ناخذ سنتيم الخياطه ديال الكتاف لان هنا عندي الثوب مسدود، سنتيم ديال الخياطه وغادي نخرج داك السنتيم وغنبقى ندور بحال هكا. انتما البنات لاحظوا بحال اللي كنخيط، هانتوما لاحظتوا وهنا سنتيم ديال الخياطه اللي حيدناه حيتاش هنا كتمشي لنا سنتيم الخياطه. لاحظتوا القياس صافي غادي نقطع. كما لاحظتوا هذا هو الكم ديالي، طريقه سهله وبسيطه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتبطين راني خليت لكم درس خاص ديال التبطين كيفاش نفصلوا الخياطه ديالو. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انني نشارك معكم الخياطه ديال هذا الموديل ولا موديلات وحدين اخرين ان شاء الله باش نكونوا موديلات جداد. شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساونيش من النجم ديالكم، وباي باي الى اللقاء.